السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم شهوات أم إناس. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كنقترح عليكم بعض الحلويات الموجودة على القناة ديالي. كما كتشوفوا هادو راه كلهم أنا ديجا دايراهم في القناة ديالي، نتمنى يعجبوكم. راه حلويات ساهلين البنات واقتصاديين وناجحين 100%. كاينه المقادير وأيضا طريقة مفصلة، يعني غادي يعجبكم. ودابا ندوزو باش نعرفكم بواحد القناة اللي زوينة بزاف، سميتها طبخ والبيت مع أميمة. قناتها كما كتشوفوا متنوعة، درت لكم هنا بعض من الفيديوهات ديالها. قناة ديالها كتهتم بالطبخ، حلويات اقتصادية ورخيصة بزاف، أيضا بالنصائح وخصوصا للحوامل، يعني كتعطي واحد النصائح مهمة اللي غادي تفيدكم البنات. ايضا وصفات للشعر وللجسم، روتينات. انا اكيد على ان هاد القناة غادي تعجبكم البنات. كنتمنى انكم تشتركوا معها وتقولوا لها انا احنا جايين من طرف شهوات ام ايناس. ودابا ندوزو باش نبداو الروتين ديالنا. صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ كما شفتوا في العنوان، هذا روتين خفيف ظريف، يعني ما فيه شي حاجة بزاف. بغيت نوريكم شي أعمال يدوية كنت لقيتها، بديت كنقلب على شي حاجة تصادفتها وكيعجبوني. أول حاجة كما شفتوني، أول حاجة غادي نبدأ نهاري بواحد الكاس ديال الأتاي. نصايبو بعدا أول حاجة برات أتاي، نفطرو الفطور، ومن بعد دوزو معايا غادي نصايب واحد الطاجين، وايضا غادي نصايب واحد الحريشه كنت ديجا تقاسمتها معكم. وعاد من بعد غادي نبدا نوريكم دوك الاعمال اليدويه اللي قلت لكم، والا بغيتوا راه عندي بزاف منهم، يعني نقدر نديرها معكم. كما شفتوا دابا حطيت زويته العود املو وبراد ديال اتاي مشحر على حقو طريقو. صافي كما قلت لكم غادي نفطر، ومن بعد ندوزو نصايبو الطاجين، عاد من بعد نكملو النهار اولا تكملو النهار معايا. طريقة البنات، وهنايا كما كتشوفوا طاجين بالخضر، اللحم بالخضر. هنايا درت القرعه خيزو البطاطا، وايضا البطاطا حلوه اللي هذه هي لقيته ديالها. المره الجايه ان شاء الله غادي نوريكم طريقه الاحتفاظ بالبطاطا حلوه، وما غاديش نخسر لكم ان شاء الله، مع حيت هي عندها الوقت ديالها. من بعد صافي ما بقاش كتبان لينا واحد الفتره ما كتكونش. هنا كيما شفتوا درت زويته العود وخليته يطيب على خاطرو. هنايا البنات اللي عزيز عليها شويه البلول كتخلي، انا كنبغي نشفو مزيان، ما كنبغيش البلول في الطاجين. غادي نشفو من بعد نطفي عليه وندوزو نصايبو الحرشه اللي كتجي الصراحه غزاله البنات. غادي نخلي لكم الصوره ديالها في الاخر، وايضا غادي نخلي لكم حتى المقادير ديالها بالضبط في صندوق الوصف. هاد الحرشه البنات كتجي زوينه وصحيه، حيت هي الحرشه ديال الذره. هادي البنات دقيق الذره، فايته دايره معكم هاد الحرشه كتجي زوينه. غادي ندير فيها ثلاثه المعالق كبار ديال السنيده بيضاء، وثلاثه المعالق كبار ديال الزيت النباتيه، خماره وفانيا. غادي نخلط كل شيء بكاس كبير ديال العنبه، هانتوما شوفوها معايا. غنديرو سنيده البنات، غادي نديرو ساشي فانيلا، وبيضة، وغادي نديرو الزيت. ثلاثة المعالق الزيت في الاول خصها تبسبس مع بسم الله. هنايا البنات غادي نزيد كيس خميره كيميائيه،
من فئة 8 غرام، ومن بعد غادي نخلط كل شيء. كيف ما لاحظتوا معايا انا نسيت في الاول ما بسبستهاش بالزيت، يعني حتى ضفت العناصر ما بقى ليا فين ندير، ولكن راه كيما شفتوني راه رملتها بيدياتي مزيان حتى دخلوا فيها المكونات. كيما شفتوا بحال دابا عاد غادي نزيد الحليب. دابا غنخلط كل شيء في كاس ديال الحليب. البنات حاولوا ان الحليب ضيفوه تدريجيا، ما تضيفوش دفعه واحده. باش تخلط لكم اول حاجه، باش تخلط لكم هذا الذره او هاد الحرشه مزيان، ومن بعد ثاني حاجه تقدر تكون البيضه كبيره. فهمتوا البنات؟ يعني الا كانت البيضه كبيره ما غنحتاجوش عاوتاني الزيت، يعني نحاولوا اننا نخلطوا بشويه بشويه. كما شفتوني هنا راه ضفت قبيصه ديال الملحه، ومن بعد كملت الخلط وغنكمل الكميه الكامله، حيت الخليط خصو يكون كما بحال هكذا يعني سائل. من بعد دابا غتشوفوني انني غادي نخليه، هانت كنوريكم القوام ديالو. من بعد غادي نخليه ماشي غادي يخمر، وانما علي ما نوجد المقله، نشعل البوطه نوجد المقله باش ندير ليها شويه ديال الزيت النباتيه ونرشها بالدقيق ديال الذره. الا عندكم السميده ديال الذره ممكن انكم ديروها في عوض هذا الدقيق اللي درت انا دابا ديال الذره. غادي نديروها فيها، ومن بعد غادي نخويو الخليط على حساب المقلات ديالكم. الا كانت كبيره غادي نديروها كميه كامله، الا كانت شويه صغيره قسموها بحال كيما انا المره الفايته درت الكميه كامله جاتني وحده كبيره. اما اليوم غادي ندير جوج حيت استعملت المقلات الصغيره، غادي ندير جوج حريشات صغار كيما شفتوا دابا. صافي ونديروا على عافيه مهيله، وغادي نسدوها حتى طيب لينا على خاطرها. كتجي الصراحه زوينه البنات. ها نتوما الصوره اللي ديجا كنت صيبتها معاكم راه كتشهي وزوينه بزاف. غنخلي لكم المقادير وراه غتعجبكم بزاف بزاف، راه كتجي رطبه، وخصوصا واخا تتبقى البنات حتى 4 ايام 5 ايام كتبقى مزيانه. البنات كنت كنجمع في شي حاجات، شوش لقيت؟ لقيت هادو. شكون اللي كيعرف فن السموكس عرفتي؟ راه هاد الفن زوين البنات. هادو هما اللي كنصايبو بهم لي كوفغلي، كنصايبو بهم خدات زويونين شحال من حاجه، عرفتو هما البنات؟ هنايا طريفات كنت كنتعلم، هادو راه غير من اول مره صاوبتهم زعما غير راسي. كناخد كنشوف فيديوهات وكنشوف بحال هادشي، راه زوين البنات. اللي بغى يتعلم شي حاجه راه ساهله. هادو غير كنت كنتعلم فيهم، شوفوا كنت كنصايب اشكال زوينه وبزاف، ولكن غير طريفات يعني ما عمرني ما درت شي حاجه كبيره. شوفوا البنات ها نتوما، كنت كنتعلم بزاف د الحوايج، كنت كنقلب دابا في شي حويجات كنجمعهم شوفوا واش لقيت. كانت كتعجبني هاد الرشمه هادي، لقيت هادو ولقيت حتى هادو، غنوريهم لكم. كنتعلم المكرامي، صايبت شكيلات بزاف في المكرامي، ها هما هانتوما بزاف كاين هادو كاين هادو باللوينات بالشكيلات. شوفوا البنات هادشي راه من اول مره، هادشي راه في الاول فاش يلاه باديه كنت كنتعلم وكنخلط اللوينات. داكشي كيبان لكم البنات متقون وزوين، يعني كيعجبني بحال هادشي. هنايا كنت دايره لي موديل، هانتوما هانتوما البنات. مكرامي كان عندي بزاف تشكيلات كنت كنديرهم، يعني كل مره كنخترع، كل مره كنبدا نقلب، كل مره كنبدا ندير شكل مع شكل. كنت مخبياهم هادو، كنت كنخدم فيهم. ها انتم البنات، واحد يدوز وقته وما يخليش وقت الفراغ ديالو بحال هكا، يعني ممكن انكم تعلموا هذا الشيء وتمشيو به بعيد البنات.
ها نتوما البنات هادشي راه تقدروا تصايبوه وتوليو تاخذوا لي كوموند تصايبوا بهم جلالب حذاء ناس حذاء. ها نتوما البنات راه بزاف يعني راه بزاف كنت كنصايب. ها نتو اول ما صايبت كنت صايبت لي واحد القفطان بهذا نيت يمكن كنت كنصايبه لي شونتيون حاجه وحده اللي صايبتها كما قلت لكم صايبت واحد القفطان حيده قلت لكم صايبت واحد القفطان صايبته خدمته هكا كامل وديته الخياط صايبوا ليا هو اللي نبتو خيطوا ليا انا صايبت غير هذا في اليدين في الكمام وفي العنق وهكا هابط هانتوما البنات تخيط سمعتوا البنات هادشي راه ماشي صعيب وغي بالخيط وبرا يعني ستيلو ولا قلم ولا هذاك الطباشير ديال الثوب والستيلو وعفوا البرا وخيط ومقص صافي كتقدروا ديروا بزاف الاشكال شي نهار نقدر ندير معكم شي حاجه بحال هكا الى عجبكم بحال هادشي وقلتوا ليا نقدر لقيتها في لي كومونتير لقيت التشجيعات راه والله تنقدر ندير لكم شي فيديو على شي شكل من هاد الاشكال ولا المكرامي بالنسبه للناس اللي كيخدموا بحال هادشي حتى هو ساهل وراه بزاف ماشي غير سميتو راه كنجمع شي دابا شي روينه غنوريكم مازال بلاتي البنات ها هو جبت لكم عاوتاني هادي لقيتها شتوها عرفتي كتجي زوينه البنات وساهله في باش كتقادوها ساهله كتصاوبوها غير راسكم تصاوبوها نتوما وليداتكم شي حاجه اللي بحال هكا الويكاند ولا مره الواحد ياخذ وليداته يبقى يصايبو وياه بحال هذا الشيء هذه من قنينه ديال الماء وما عرفتش انا ما عقلتش انا قنينه ديالها شو واش الماء ولا ديال الزيت ولا ديال سميتو بالنسبه لهاد الحواف ها نتوما كتشوفوا انها ما كتجرحش كاينه واحد القضيه كنديروها لا اما المصلوح اما المقله انكم تتشدوا القرعه بحال هكا كتقطعوها وكتسخنوا المقله وكديروا لها بحال هكا كنبقاو ندوزوها على المقله بحال هكذا حتى كيتبرم لينا هذا شوفوا كي كيولي البنات ها نتوما باش نحيد لكم انا دايره فيها غير هاد الشمع شتو البنات كيوليو هذا مبرومين بحال مصايباها شي بلاصه ها نتوما كتغلفوها من هنايا ديروا فيها ستيلوه ديال وليداتكم على حساب التيم ديال البيت النعاس ولا البيت وليداتكم انا غير كنجمع دابا وانا نجمع فيها هاد الشميعات ها نتوما بالنسبه لهادو حتى هما وكترسموا فيهم شي حاجه كيبقى زويون كنغطيو بهم هكا كما شفتوا البنات شي حاجه اللي ساهله وزويونه تصايبوها نتوما ووليداتكم انا بهذه الاعمال اليدويه كنت كنديرها بزاف صراحه كنت كنصايب بزاف كادرات بيكالات شي حاجه كوني بحال دابا هادو بحال هادو تا هما مصايباهم هادو من هادو كارطونه يعني غير الكارطون والجورنال غير الكارطون شتو هادو كنديرو فيهم الخبيتمات ديالنا صبيبي تاع الطالون دابا نخلي لكم الصور داكشي اللي كنت كندير راه زويون هادو البنات حتى هما كنت كنصايبهم هادو بحال كادرات ديكادغ كتلصقوهم هادو هي بالجورنال كما كتشوفوا البنات لقيت هنايا حتى العقاد واحد المره كنت كنتعلم ليهم ها هما
العقيدات ساهلين. بالنسبه للعقد كنت كنصايبهم بهذا التيو هذا وكنقطعوه على حساب العقده اللي بغيتي، كتخدموهم على هذا الشكل. بالنسبه لهاد العقد ساهلين بزاف، هادو كيتخدموا زويونين ساهلين بزاف البنات. ها نتوما شتو شحال من صناعه عندي. البنات وهادي حتى هي كنت صيبتها، ها هي بلاتي. زوين هنايا كنت كنحط فيها كاع هذوك الشيء اللي ما كنبغيهش اي تضر ليا. ها هو البنات كما كتشوفوا حتى هي وحتى هي راه غير بالكارطون، هذا الشيء كله مصايبه انايا بالكارطون. هادو ديال المطبخ، هذا ديال وقيله ديال الحليب، هذا تاع العصير.